السلام عليكم. فيديو النهارده هشرح فيه برنامج الاسك عشان الناس اللي بتنزله ما بتعرفش تستخدمه. اول حاجه هتنزل البرنامج من جوجل بلاي، برنامج مساحته 25 ميجا. تيجي تكتب هنا كلمه اسك هتلاقي البرنامج معاك مساحته 25 ميجا، هتنزله. انا نزلته فهعمل له اوبن من هنا. البرنامج بقى لو انت ما عندكش ايميل ممكن تعمل ايميل عليه بحساب الفيسبوك او حساب الجيميل او حساب الانستغرام. فانا هسجل دخول بالفيسبوك. انما لو عندك انت ايميل بقى هتيجي تضغط على كلمة لوجن اللي تحت دي. انا هضغط على الفيسبوك عشان اسجل بيه. اقول له من هنا continue as. بعد كده هعمل هنا اليوزر نيم. اليوزر نيم ده هو اللي هيظهر بعد كلمة ات في الحساب بتاعك، واليوزر نيم ده مش زي اليوزر نيم بتاع الفيسبوك او تويتر، ده بتعمله مرة واحدة بس فما بينفعش يتغير بعد كده، عشان لو حبيت تغيره يعني فاعمله حاجة كويسة من الاول. بعد كده تختار النوع من هنا وتقول له ساين اب. بعد كده بيقول لك دخل الاهتمامات بتاعتك عشان دي اللي هتظهر في البايو. انت مهتم بالكارز بالبوكس بالفود بالارتست الكلام ده، فانا انا مهتم بالكوره، هجيب فوتبول من هنا وهقول له دن. الحاجات دي هعملها مع نفسي بعدين يعني، اعمل من هنا سكيب. تمام، دي الناس بقى لو انت عاوز تعمل لهم فولو انا هعمل الخطوه دي سكيب. فتح معاك البرنامج، واجهة البرنامج بالشكل ده. اول حاجة على اليمين هنا دي، ده الاكونت بتاعك. الفولورز دول الناس اللي عاملين لك فولو. هنا ما بينفعش تشوفهم، يعني انت بتشوف الناس اللي انت عامل لهم فولو، انما الناس اللي عاملين لك فولو انت ما بتعرفش تشوفهم. بعد كده القائمة اللي في النص دي بينفع تعمل منها ثلاث حاجات. الشاوت ده اللي انا قلت لك بتبعت اسئلة للناس عشوائية في المنطقة بتاعتك، الناس دي انت منتش عامل لها فولو، وينفع تبعت منه انون وبيظهر. يعني انا مثلا لو جيت ابعت مثلا كلمة هاي وجيت ابعت كده بيقول لي يور كويشن هاز بين سنت. انا بعت كده سؤال في كلمة هاي من غير يوزر لناس في المنطقة اللي انا قاعد فيها. تمام، وممكن ابعت بيظهر. اجي هفتح دي كده اسك اوبن دي، يعني انا هبعت باليوزر بتاعي، هيبان اليوزر بتاعي للناس اللي انا بعت لهم كلمة هاي كده. والشاوت اوت ده ينفع تبعت مرتين بس في الساعة الواحدة. ابعت كده اتبعت اهو. هاجي افتح كده هلاقي في الشاوت محطوط لعداد 59 و10 ثواني، ده معناه ان انا مش هينفع ابعت سؤال شاوت تاني غير بعد ساعة. تمام، الاسك سامون دي ان هتبعت سؤال للناس انت عامل لهم فولو سواء بيوزر او من غير يوزر. زي ما قلت لك النون دي معناها ان هو من غير يوزر. تمام، كلمه مثلا هاي، وهاجي كده تختار من هنا هو تو اسك انت عايز تبعت لمين، تختار كده هيجيب لك الناس اللي انت ينفع تبعت لهم سؤال. وبالمناسبه انت ينفع تبعت سؤال لنفسك، يعني انا هجيب مثلا نفسي كده واعلم صح. تمام، وهاجي اضغط هنا كده انا جالي السؤال. تمام كده كلمة هاي جاية لي سؤال اهي ومن غير يوزر، مين اللي بعت لي السؤال انا مش عارف. تمام، انما لو انا عاوز ابعت سؤال بيوزر هاجي افتح دي كده اسك اوبنلي وهعمل كلمة هاي واختار من هنا مين اللي بعت له. بعد كده اختار ده واضغط هنا اهو جالي سؤال بيوزر اهو، انا بعت سؤال لنفسي. لو اي حد تاني بيوزر تضغط على الصورة بتاعته كده هيدخلك على الاكونت بتاعه على طول. تمام، بعد كده تالت واحدة معانا اللي هي البول، ان انت بتعمل فوت بين حاجة معينة. يعني مثلا معايا صورتين ومحتاج احط اني واحدة فيهم بروفايل، فهاجي كده اعمل بول واختار الصورة دي من هنا والصورة دي من هنا، ولو عايز اكتب كلام من هنا واعمل كريت بول. اقول مثلا يا جماعة انا عايز الصورة دي او الصورة دي، تختاروا ايه وعلى حسب الفوت بتبتدي تحدد وكده. وممكن تعمل الفوت ده من اي حاجتين محتار بينهم وكده. بعد كده الخانة الرابعة دي اللي من على اليمين دي اللي بيجي لك فيها ايه الاسئلة والانسرات واللايكات والمنشن. اول واحدة دي اللي علامة الاستفهام دي الاسقاط اللي جاية لك. تمام، ناس بعتت لك اسقاط وكده، فتبتدي لو جاوبت على حاجة فيهم هتبتدي تروح على الول بتاعك في انسر كأنها بوست يعني.
تمام. تاني حاجة دي لو انت بعت سؤال لحد، يعني انا السؤال اللي انا بعته من شوية ردت عليه واحدة اهي، تمام. ردت هنا اهي، لو انا مثلا عايز احط لها لايك كده، ولو انا عايز اعمل لها اللي هي ادي لها كوينز اللي هي الخانة التانية دي، ممكن تدي عدد لا نهائي من الكوينز، يعني مثلا تضغط عليها تاني فانت اديت كوينز تاني، تمام. وينفع تشيل اللايك بس ما ينفعش تشيل الكوينز، لو ضغطت على الكوينز هتدي كوينز تانية، تمام. طيب لو انت عاوز يعني مثلا بعد بتتناقش مع واحد في موضوع مثلا معين، او بتسأله على حاجة معينة وهو جاوب عليك، فانت عاوز تستفسر منه على حاجة تاني، هتيجي على كلمة كيب اسكينج دي وتقوم باعت له سؤال تاني، تمام. مثلا انا بعت كلمة واي مثلا وتضغط عليه، هيروح له، هيبقى موجود الانسرات عنده عبارة عن هيئة شات كده، تمام، لان الاسك ما فيهوش شات زي الفيس ولا تويتر ولا الكلام ده، تمام. بعد كده القايمة اللي فيها القلب دي لو حد عمل لك لايكات وكده بيظهر لك في القايمة دي، بيقول لك فلان عمل لك لايك مثلا على بوست على انسر كذا الكلام ده. بعد كده الثلاث نقط دول دي لو حد عمل لك منشن في حاجة، مثلا انا نزلت انسر عندي وعملت منشن لواحد صاحبي، فبيروح له في القايمة دي ان انا عملت له منشن. طيب لو حد عمل بول من اللي هو الفوت من الناس اللي عندي، بيجي لي في القايمة دي يقول لي فلان عمل بول لكذا، اضغط عليها عشان تشوف، تمام. بعد كده القايمة الأخيرة دي معانا الول دي الأنسرات بتاع الناس اللي عندك على البروفايل، انت لو عملت فولو لناس معينة هيظهر لك في الول هنا الأنسرات بتاعته. بعد كده الفيرسز دي بيبقى موجود فيها البولز، يعني مثلا ناس كتير عاملين تصويتات على حاجات معينه، طيب بيبقوا مترتبين ازاي؟ على حسب الناس اللي عاملين فوت، يعني بيجوا كده بالترتيب، هتلاقي ده 38 فوت اهو، لازم تلاقي اللي وراه اقل منه، ادي 20 فوت. بعد كده الديسكفر دي الانسرات اللي جايبه لايكات اكتر وكوينات اكتر برضه، انت تيجي تبص هنا هتلاقي الانسر ده جايب 65 لايك و17 كوين. بعد كده الثلاث شورت دول الاكونت بتاعي والسيتنج والحاجات دي كلها. طيب السيتنج دي اللي احنا قلنا عليها، الفول نيم بتاع الاكونت، الفول نيم بينفع يتغير واللوكيشن بيتغير والباير بيتغير. الويب دي لو انت عاوز مثلا تضيف اللينك بتاعك بتاع الفيس تحطه هنا، عاوز تحط اللينك بتاع تويتر، عاوز تحط الواتساب بتاعك، عندك قناة على اليوتيوب عاوز تحطها، عندك موقع على جوجل وتحطه، الكلام ده كله. بعد كده الفون نمبر ممكن تضيف رقم الموبايل بتاعك من هنا، باقي الحاجات دي احنا شرحناها. اباوت اسك اف ام دي لو انت عاوز تحدث الاصدار بتاع الاسك، هو هنا بيقول ان الاصدار بتاعي احدث اصدار فمش محتاج ان انا احدثه. الاسك ده بينفع يتفتح من المتصفح ومن الابليكيشن، يعني انت مثلا لو ما معكش مساحه ممكن ان انت تفتحه من المتصفح. اوريكم ازاي بتفتح من المتصفح، هتيجي مثلا في جوجل كروم وهنكتب مثلا اسك اف ام، تمام. هتيجي تجيب اول واحده هنا كده، بيقول لا تفتحه بالابليكيشن، لا هقول له انا بفتحه بجوجل كروم جاست وان اهو. بعد كده انا هعمل لوجن وادخل الايميل والباسورد، فتح معايا الاكونت بتاع الاسك اهو، بيقول لي لو عايز تحفظ الباسورد اعمل له سيف، بس اعمل له نيفر، تمام. من المتصفح هتحس مختلف شويه عن البرنامج، بس هي نفس الحاجات. ادي قائمه القائمه الاولانيه هنا دي اللي فيها الول والفيرسس والديسكفر زي ما شرحنا. القائمه اللي جنب منها دي فيها الاسئله، دي الاسئله هنا الناس بعتها لي. بعد كده القائمه اللي هنا دي اللي في النص دي اللي فيها البروفايل بتاعي، دي اللي هنا دي الانسرات اللي هي مكتوبة بوستس دي عندها 4979، دي البوستس اللي جنب منها دي اللايكس، الفولورز هم، بس الفولورز انا ما ينفعش اشوفهم زي ما قلت لكم، انما الناس اللي انا عامل لها فولو ينفع اشوفها عادي. القايمة اللي جنب منها دي اللي هي الناس اللي انا عامل لهم فولو. بعد كده القايمة دي فيها الانسرات بتاعتي، تمام. القايمة دي نفس القايمة اللي موجودة في الابليكيشن، دي
دي القايمة اللي فيها كل حاجة، الأسئلة، كلمة قايمة اول دي فيها الأسقاط وفيها الأنسرات وكده. القايمة اللي جنب منها فيها الأسئلة بس، الناس اللي بعتلها أسئلة. بعد كده القايمة اللي جنب منها دي فيها الأنسرات بس. أنا مثلا كنت بعت أسقاط لناس، الناس جاوبت أهي. بعد القايمة بتاعت قلب دي أهو، فلان لايكس يور أنسر، فلان لايكس يور أنسر، فلان لايكس يور أنسر كده. وبكده يكون انتهى شرحنا الفيديو النهارده.